سلسلة جديدة من المظاهرات تجوب إسرائيل بالتزامن مع اتهام المعارضة لنتنياهو بتدمير البلد من الداخل. للأسبوع 34 على التوالي تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في نحو 150 موقعا ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخطة التعديلات القضائية. وعمت المظاهرات عشرات المدن والبلدات من بينها تل أبيب وحيفا والقدس. وانطلقت المظاهرة الكبرى في تل أبيب من ساحة بيمة باتجاه شارع كبلان حيث المظاهرة الرئيسية، وأغلق المحتجون الشوارع الرابطة بين العديد من المدن. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن آلاف المتظاهرين شاركوا في تظاهرات حاشدة في مفترق حريب في حيفا وكركور وكفار سابا وغيرها من المدن والبلدات. يأتي هذا فيما اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد حكومة نتنياهو بتدمير إسرائيل من الداخل وتفكيك الاقتصاد والتعليم والجيش. وقال لابيد إن المشكلة تكمن في عدم كفاءة نتنياهو. والشهر الماضي أقر الكنيست مشروع قانون يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك في إطار خطة للتعديلات في النظام القضائي أشعلت احتجاجات في الشارع لا يزال صداها موجوداً.